اولا عزائنا واحد في هذه الفقيده اللي كانت بالنسبه لنا مثابه ام عشرناها لسنين طوال، شفنا فيها الطيبوبه وشفنا فيها المراه الحنون وغادرتنا بواحد الطريقه مؤلمه، وكنت اسفوا اللي ما جرى والله ياخذ فيهم الحق. هذه مناسبه مؤلمه لان اولا هي عضو حيوي ونشيط داخل جمعية مغربية رياضة وتنمية منذ سنين، امرأة معروف عليها الاستقامة، معروف عليها يعني الخصال الحميدة، رياضة من مستوى عالي، وكانت كتمارس الرياضة باش وقعت الواقعة، وهذا قدر الله. و يعني كنتأسفوا كثير كثير لهذا المصاب، وكنتمنوا الصبر والسلوان لولدها سفيان وبنتها اسماء اللي الله وصلت من الولايات المتحده. تكلمت معها يوم الخميس اللي فات، هذه تقريبا 3 ايام ولا 4 ايام، قالت لي بالحرف انا فرحانه لان زاد عندي حفيد وغادي نمشي للولايات المتحده باش نشوفه. وكانت مشات باش توادع مع عائلتها في فرنسا لان كانت واحد الوفاه، وقالت لي بالحرف عائلتي كلها مشات في فرنسا، وتنظن انا اللي جايه مستقبلا في اللائحه هي انا. تنقول لها العمر بين يدي الله، واحد يعمر قلبه بالله ويكون مؤمن، واللي فيها الخير هي اللي غادي تكون، واللي جات من عند الله غنتقبلوها. لا اله الا الله، كتكلم العربيه احسن مني ومنك. وهي كانت كتكلم العربيه، مراه متميزه بجميع المعايير، كانت كتسلق معنا الجبال والسهول والهضاب قورة، وكانت كتمشي معنا المناطق. العمر ديالها راه فوت 80 سنه وما كتقولش اي ولا حتى نمشيو مناطق اللي كتوصل درجه الحراره ناقص 10، وكتهز معنا الغطاوات للضعافه، وتهز معنا الماكله، وتهز معنا ونمارسوا الرياضه، وكتمشي معنا المسائل اللي ربما احنا شباب ما نقدروش نقوموا بها. ما عمرها تتقول لك عييت ولا تعبت ولا، وكنرجعوا للدار بدا ساعات متاخره في الليل، وكنوصلوها للدار وكتحل الباب دارها وتمشي تنعس، والصباح تعيط ليا في عوض نعيط لها انا، هي اللي كتعيط ليا باش تقول لي كي صبحتوا. لا اله الا الله، هذا قدر الله. راه كانت جنديه مجنده، ما كاينش شي حاجه اللي ما دارتهاش في حياتها. ايضا دارت الدبلوم الاسفي اظن. الوثائق راها في الدار في المنزل، هي كتعبر على كل الاشياء اللي قامت بهم. كانت مراه متميزه بجميع المعايير، الله يرحمها ولا اله الا الله، قدر الله.